في التنمية المحلية، وهو الذي يأتي امتدادا للجامعة الصيفية، حيث تولينا موضوع هام وهو دور المرأة في الدوع النمو الاقتصادي الجديد. إذا كانت المرأة أن تحتلي قبة البرلمان بعدد هائل جدا 146، هذا ما كنا لا نحلم به. الآن أصبحنا في المرتبة 26 دوليا، في المرتبة الأولى عربيا، ونتقاسم هذه المرتبة مع رواندا في القارة الإفريقية. أنا أذكر الأخوات أنه منذ 99 والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يلح على ضرورة اعتماد نظام الكوتا لكي تتمكن المرأة أن تتبوأ مكانة في المجالس المنتخبة، فاستجاب فخامة الرئيس